واحد وثلاثين ألف ومئتين وخمسين قدم مربع. تمام؟ إذا أبعاد تمام بأبعاد كالتالي: العرض يكون 125 والطول يكون كم؟ بيكون 250. وضح هذا وصلت الفكرة؟ تمام؟ ها؟ طيب شوف هنا كمان مثال شريف كمان. هنا شوف بعض الطرق كثيرة. الطرق كثيرة ويجري أكبر مساحة. شوف شوف لو عملت أنت شو؟ لو واحد قال طيب أنا ممكن أعمل شو؟ أنقص هذه أخلي هذه 120 وضربنا قصة خمسة زيد الخمسة أنا هنا أقول 255. شوف اضرب هذه في هنا. شوف هذه في هذه ها؟ اضرب 255 في 120. 120 200 و 250. طيب لو دخل مصدر فوت يطلع فوت في 500 يطلع خمسة. وهذه لو نقصت نص فوت فيه تمام. إذا بيكون دائما ماله يعني أقل. تمام. This is the maximum value. ها؟ أي أي. هذه أكبر مساحة ممكن إنك تغطيها بالسياج المتوفر لديك. تمام. يعني قد يكون سياج شائك وكذا. يعني ممكن أنت تشتغل تصمم سجن مثلا. أنتم مهندسين مدنيين، تقول لي تشتري سمن لواحد مزرعة للحشرات يعني للحيوانات ولا كذا، تمام؟ فأنت عنده كمية محدودة من السياج هذه، فكم أكبر مساحة ممكن أن يعمل للمزرعة حقه هذه؟ تمام؟ هذه أكبر مساحة بما هو متوفر لديك من سياج. طيب نأخذها يعني مسألة صناعية كده، تمام؟ We want to construct a box whose base length is 3 times at the base width. يشتري مصمم أو ننشئ صندوق أو حاوية، تمام، اللي القاعدة طول القاعدة حقه 3 أضعاف عرضها، 3 أضعاف العرض. أيوة. The material used to build the top and the bottom cost $10 per foot square. المادة اللي بنستخدم فيها لإنشاء هذا الصندوق أو هذه الحاوية تكلف يعني لإنشاء القاعدة والغطاء حقه يكلف $10 للقدم المكعب المربع الواحد. And the material used to build the site cost $6 per foot square. والجوانب هنا بيكلفك $6 للقدم المربع الواحد. And the material used to build if the box must have a volume of 50 cubic feet, determine the dimensions that will minimize the cost to build the box. يعني إذا كان عندك الحاوية هذه أو الصندوق اللي يجب أن يكون حجمه 50 قدم مكعب، فأوجد الأبعاد حق الصندوق هذا وحق الحاوية بحيث تكون التكاليف أقل ما يمكن. تمام. عندك عندنا
مقبول. يقول لك هنا ان طول القاعده بيساوي 3 اضعاف عرضها، يعني 3 دبل. طيب تمام، هذا بيسهل لي الحل كثير. شوف هذا القيد بيسهل لي، لو ما اعطاني ناخذ حاجه بطريقه، هذه الطريقه اللي بنستخدمها ما بتنفع، نستخدم طريقه ثانيه اللي هي لاجرانج مالتي بلاير. لو ما اعطاني شو، لكن اعطاني هذا القيد، هذا القيد سهل لي العمليه كثير. فشوف بحيث يشتي انه ايش؟ يشتي انه يكون يشتي من مازا كوست، انه نقلل التكاليف، نقلل التكاليف والفوليوم اعطاني اياه. اذا ايش المعطى عندك؟ المعطى اللي اعطاني اياه انه الـ يساوي 30، اعطاني انه الحجم الفوليوم يساوي 50 فيت سكوير او وعيشتي المينيمايز ادرت كوست حسنت تكلفه قبل تمام، واعتبرت تكاليف، واعتبرت تكاليف وتكاليف هي قيمتين عقاري، عقاري تكاليف حق التوب بوتوم تمام، اللي هو كم تساوي هنا كان 10 دولار للقدم المربع، اما حق الكوست حق السايز هنا بيساوي 6 دولار للقدم المربع. ليش؟ المكعب لا المادة تكلفة المادة اللي لو أول البطوم ثاني شيء هذا السايز، يعني أقول لك تكلفة المادة بنسمع منها القاعدة والوسط لا يتناولك الجوانب تمام، وهذه ثلاث جوانب أربعة جوانب تمام. طيب شوف إذا شوف نشتي نقلل التكاليف، تكلفة ليش؟ الإنشاء او نشتي الابعاد هذه، حدد لي كم قيمه ال W وال L وال H تمام، بحيث تكون تكاليف الانشاء اقل من الممكن، بس بشرط انه الحاويه هذه تستوعب 50 قدم مكعب تمام. اذا تعال نكتب ذلك الحدث الان. اذا شوف انا اشتي الان بنشئ يعني تكاليف الماده تكون اقل ما يمكن، لاحظ تكلفه القاعدة والقمة هنا مش نفس الشيء صح ولا لا؟ إذا بيكون عندي اثنين، لذلك لأن عندي اثنين واحدة وفوق في السي توب بوتوم مضروب بإيش؟ في مساحة هنا، في مساحة صح ولا لا؟ إذا كم المساحة حقها؟ الـ L في الـ W في الـ W صح ولا لا؟ سهل شوف طيب شوفوا يا شباب هذه هذا مش الجواز مستطيلات الآن عندي، يعني عندي كل مستطيلين متوازيين تمام يكونوا متساويين صح ولا لا؟ اذا عندي هذا الوجه وهذا الوجه تمام، هذا الوجهين ايضا متساويين، اذا بيكون عندي 2CS مسايز صح ولا لا؟ مضروب في كم المساحه حقهم؟ W في H تمام ولا لا؟ طيب زائد الوجهين المتقابلين لجهتكم والخلف، هذا الوجه اللي لقينا واللي بالخلف شو متساويين؟ اذا بيكون عندي اثنين سي اس مضروب في كم؟ حسنت ال في الاتش صح ولا لا؟ ممكن نعملها انا عندي لانه لاحظ الان كم المتغيرات اللي عندك؟ الان عندنا ثلاثة متغيرات ال دبليو والاتش، لكن لحسن الحظ هو اعطاني ال يساوي 3 دبليو، اذا بستطيع ان اعوض فيها صح ولا لا؟ اذا بيكون ها هذه يساوي هم 2 السي دي بي هذه اللي بيساوي 10 ال هذه مش في 3 دبليو دبليو هي 3 دبليو في 3 في دبليو، اذا بيكون 3 دبليو سكوير زائد تمام 2 سي اس 2 في 6 سي اس ليس دبليو في اتش زائد 2 في 6 في ال مش 3 دبليو، اذا 3 دبليو في اتش 3 دبليو اتش. لاحظ الان اصبع عندي حدين متشابهين، اذا ذلك الهدف في صورتها النهائيه من مازن لاداره التكاليف اقللها بتساوي 60 دبليو سكوير بلس هنا 12 وهناك 12 في 36 يعني 48 صح ولا لا؟
هذه قال لك الهدف يصير النهائي. طيب في علم يقين لاحظ انه قال لك الهدف عليه هل هي خطيه ولا غير خطيه؟ غير خطيه. غير خطيه. طيب في علم يقين الفوليوم انه يساوي والفوليوم حق متوازي المستطيلات ايش يساوي؟ ال في ال دبليو في ال اتش في ال اتش. طيب ال هي 3 دبليو اصلا. اذا 3 دبليو في دبليو في ال اتش، اذا 3 دبليو سكوير اتش صح؟ اذا القيد يكون سبجكت 2 3 دبليو 3 50 دبليو سكوير اتش بتساوي كم؟ بتساوي ال 50 تمام. القيد هذا انا قد استخدمته، قد استخدمته لاداره الهدف وفي هذا ما عاد في داعي ان انا ايش؟ طيب وش كمان؟ انه كمان ما ننسى انه الدبليو وال اتش غير عباره عدل يجب ان تكون ماله اكبر تساوي صفر. لا يمكن لو قلنا تساوي صفر معناها هذا مش ولا شيء، هذا مش معه ولا حكايه ولا شو اكبر من الاتش اكبر من صفر. لا هنا مساله مختلفه تماما عن المسائل السابقه. انه شو؟ في واحده من المسائل كان عندنا داله الهدف خطيه والقيد غير خطي، في مساله اخرى كانت داله الهدف غير خطيه والقيد والقيد خطي. هنا الملاعب انه شو؟ الاثنين غير خطي. غير خطيه. هذا كمان مهم لينيا بروجرامينج هنا نتكلم عليه. طيب تعال نشوف هنا عشان نسهل على انفسنا نشوف ال اتش ولا ال دبليو. لا انا احتاج ال اتش اسهل لي. ال اتش تساوي كم شباب؟ اتش بتساوي 50 على 3 دبليو سكوير تمام ولا؟ طيب بعوض في نتيجة الهدف اسمي الدالة تمام زد وان سنة اشتي على مين مهزة يلا 60 دبليو سكوير بلس 48 دبليو في الاتش اللي هي كم الان الاتش 50 على 3 دبليو سكوير. لاحظ هنا بيكون عندك 16 وهذا بتروح مع التربيع هنا اذا بيكون عندي الزد بتساوي 60 دبليو سكوير بلس 800 دبليو اس ماينس 1 تمام ولا صح ولا هذه دالة الهدف بدل ما كانت دالة الهدف في متغيرين هي دالة الهدف في متغير واحد في متغير واحد. إذا تعالوا أوجد المشتقة بتساوي كم؟ 120 دبليو بلس أو ماينس سوري ماينس 800 دبليو ماينس 2 صح ولا لا؟ طيب يعني او ممكن اعملها هكذا اخليها على دبليو سكوير اساوي الصفر لو ساويت الصفر عندي كذا صح ولا لا؟ تمام. اذا بيكون عندك على شرحين الان على شرح الكريتيكال بوينت اذا شوف بيكون عندي 120 دبليو كيوب بيساوي 800 تمام. اذا الدبليو يساوي الجذر التكعيبي ل 800/12 صح ولا لا؟ يعني هذا الجذر التكعيبي ل 20 على 3 بس على 4 بس هو مقابل تمام. اذا نقط انا ليش؟ الكريتيكال بوينت هل كريتيكال بوينت؟ طيب او اوجد المشتقة الثانية اشوف انه بيكون عندنا قيمة عظمى ولا لا؟ تمام؟ تحقق انه بيكون في عندنا قيمة عظمى ولا لا؟ كم بيكون؟ شوف هذه قالت المشتقة الأولى عندنا يعني كذا هذه عشان تكون سهلة تمام. لا 120 120 بلس 1600 دبليو دبليو ماينس 2 يعني دبليو 2 صح ولا كذا؟ طيب هذه القيمة مو قبل ولا سالفة؟ الدبليو لا يمكن تكون قيمة أقل من صفر صح ولا لا؟ طالما هذه قيمة مو قبل إذا بالتأكيد الزد سوير بتكون ماله أكبر من الزيرو. طالما هي اكبر من الزيرو اذا نحن نتكلم على ايش؟ اكبر من الزيرو تمام؟ ماينس اكبر من الزيرو تمام؟ اكبر من الزيرو احنا تقعر الزيرو معناته التقعر حق الداله جاي لفين؟ مينيموم تمام؟ اذا معناته بيكون في عندنا ايش هو؟ اذا الداله تكون بهذا الشكل اذا بيكون عندنا ايش في؟ في عندنا مينيموم فاليو لهذه الداله للداله زد للداله تكاليف واحنا ايش معنى المينيموم ولا لا؟ وهذا اللي احنا بنحكي عن النص. اذا شوف اذا اوجدنا دبليو ممكن تحسب هنا لو سمحت تحسب لي اياها
فهم قدم؟ تمام. الجذر التفعيلي العشرين على ثلاثة ان شاء الله. نصلي نرجع.